استدعت تونس السفير التركي لديها على خلفية تكفير القيادي الإخواني وجدي غنيم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بسبب تصريحاته حول المساواة بين الرجل والمرأة في تونس، وذلك في فيديو تم تداوله على نطاق واسع في تونس. كفر خلاله غنيم المقيم في تركيا الرئيس التونسي بسبب دعوته إلى تغيير القانون الذي يمنع زواج التونسية المسلمة من غير مسلم.